عقد سمو الشيخ عيسى بن علي الخليفة رئيس الاتحاد البحريني لكرة السلة اجتماعا مع السيد باتريك باومان سكرتير عام الاتحاد الدولي لكرة السلة الذي يزور المملكة. وخلال الاجتماع رحب سمو رئيس الاتحاد البحريني لكرة السلة بسكرتير عام الاتحاد الدولي لكرة السلة بتطوير اللعبة وتعزيز جهودها على خارطة الألعاب الجماهيرية العالمية، مستعرضا سموه مع سكرتير عام الاتحاد الدولي مجالات التعاون والتنسيق التي تصب في دعم جهود الاتحاد البحريني في تطوير اللعبة والارتقاء بها. كما استعرض سموه خطط وبرامج الاتحاد البحريني لكرة السلة في سبيل تعزيز التواجد والمنافسة على المستويين الإقليمي والدولي، حيث أعرب سكرتير عام الاتحاد الدولي لكرة السلة عن إعجابه بهذه البرامج ونتائجها على صعيد تطوير لعبة كرة السلة، مؤكدا أن الاتحاد الدولي يدعم هذه التوجهات التي تتلاقى مع برامجه ورؤيته في الارتقاء باللعبة.